السلام عليكم ام علي. وعليكم السلام. احنا بعد ما طلعنا عليك وشفنا الاوضاع بالبيت وهذه، فاحتاجينا الى مقطع يوثق بانه انت شنو اللي محتاجه، شنو اللي رايته، شنو اللي مثلا تحتاجينه بالبيت من بعد احنا ما شفنا على لسانك. والله انا ما عندي طباخ. شوي على صوتك. ما عندي طباخ. زين. ما عندي تانكي مال مي. زين. دبة غاز ما عندي، فراش شتاء ما عندي. زين. هذا ما انا اتكله يعني كله وحده. عندي انت بس يعني بس كله وحده وحده شايلتها من العمليه؟ لا وحده مالي يعني نهائيا ما. اوكي. كله وحده عندي. يعني من الولاده ما عدتش بس. والثانيه تعبانه لقوا بها جفاف. وجاي اراجع انا كل شيء. يعني العفو يعني انت من الولاده عدتك بس كله لو يعني وحده وقفت. انا هسه اكتشفوا عندي كله وحده. صار عندي الم ورحت للمستشفى قالوا انت كله وحده. زين. والكله الثانيه تعبانه لها جفاف. لازم كل شهر سونا وعلاج قاعد اخذ. يعني تحتاجين مثلا مصاريف روحه، مصاريف جايه، مصاريف تحاليل، ايش قد تحتاجين مثلا اجمع حوالي تقريبا كل شهر؟ يعني انا الشهر أنا بالخمسين أروح بس للدكتور. زين 50,000 هاي كل شهر بس للدكتور مراجعة. عد العلاج لو ويا العلاج؟ لا ويا العلاج. زين. وعندي 5 بنات تاني. زين. مدارس؟ 3 مدارس. زين. عيشتهم شلون جاي تدبرينها؟ والله من الناس. من الناس. زين. مدارس شلون هم مدارس زينين وزينين؟ لا الحمد لله. الحمد لله. بس تعرف الدروس الخصوصية هاي لأن أنا لا أقرأ. اكيد حتى اقريهم يعني داخلين دروس خصوصيه. اي بس مدارس قد يحتاج لهم مثلا كل شهر يعني كدروس خصوصيه مثلا يعني تقديريا يعني هسه بعدنا احنا استنى بدينا موسم يعني بعد 6 اسابيع. اي يعني كل طالب اذا اريد اسجله انا عند معلمه 25 تاخذ من عندي. زين. اي امه كم طالب بالمدرسه؟ 3 يعني 75. اي زين. بالبيت انا هسه بيت انا هذا مهدده لان هسه انت بيتك مو لك لو ايجار؟ لا ايجار. بيت ايجار ايش قد بالشهر؟ 300. اي تستلمين انت راتب رعايه كل شهرين؟ كل شهرين انا اطلق كل شهرين اعطيه للمؤجر. يعني مال رعايه للمؤجر؟ اي مال رعايه حاسبته للمؤجر. بالاضافه لا عيشتي شو هاي تقولين من العالم؟ والله عيشتي من العالم. زين. ان شاء الله بعد عندك شيء اضافه تضيفينه؟ انت عندك مثلا اطفال، عندك مثلا مرضى، عندك هذه لو وحده من البنات بلاتين. زين. لازم اول سنه خليت البلاتين اطلعه وهاي صار لها 4 سنوات انا ما عندي يعني ما عندي لازم يعني تحتاج عمليه تحتاج تخرج البلاتين لان وجه الجو وارد يقوم يصل عليها. اكيد. يعني ايش قد تحتاجي للعمليه؟ والله هي مصاريف العمليه يعني تعرف. زين. يعني ما تعرفين ما عندك فكره ما رايحت الدكتور قال لي كان مثلا زين راجعت المستشفى زين كله على حسابي سويت الناس يعني شقه زين تحاليل يعني كلفتني هواي روحه بس يعطون مواعيد ما يعطون اليوم اللي يكملون العمليه مال البنيه. يعني اروح قالوا لي شهر ارجع مره ثانيه قالوا لي يعني متعارف عليها هي هاي شويه يعني تعبت كلش. زين. عمليه انت تحتاج الى عمليه؟ تحتاج عمليه. ايش قد عمليتها؟ ها ايش قد فلوس عمليتها؟ والله الاهلي طلب عليه 750. زين. والحكومه يعني ياخر. زين. يعني هسه 750 عمليه بدك. اي 750. اللي هي جد عمرها؟ عمرها 9 سنوات. 9 سنوات. مدرسه؟ اي مدرسه. هسه شلون حركتها هذه؟ والله الحركه بالشتاء تصعب عندها. ماشي. بالصيف لا الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك، شكرا جيتك على مود نوثق طلباتك ونوثق هذه وتعبناك احنا، وان شاء الله هذا صوتك يوصل لاصحاب الايدي السخيه واهل العطاء يسمعون صوتك، واحنا من خلال مباراه الشاكري ومن خلال فرع مدينه الصدر نريد ان يوصل صوتك لهاي العالم ويوفروا لك العلاج، يوفروا لك يعني قدر المستطاع للدراسه. البنتك شو اسمها هي؟ ام العملية غدير. غدير اللي عمرها 9 سنوات تحتاج الى عملية تكلف العملية ما يقارب 750 مستشفى الاهلي مو الحكومة. الحكومة اللي يعني جاي ياخرونها صار لها سبع سنين صار لها هي؟ اي والله وايد صار 7 سنين يعني اثر حادث يعني صار هذا؟ اي حادث. اثر حادث. ان شاء الله هذا صوتك يوصل وشاكرين لك واهلا وسهلا بك.